أسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج 100 دقيقة. اليوم رانا الثالث من فيفري 2020، اليوم رانا يوم الاثنين، سوف نتكلم على مواضيع جديدة، مواضيع تهمكم طبعا اليوم خصوصا للرياضة. بحلقة اليوم سوف تكون رياضية بامتياز، ثم نتحدث في الجزء الثاني إن شاء الله أو الثالث من البرنامج عن موضوع يهمكم كذلك، هو موضوع الشباب وموضوع العمل الخيري والبينيفولا لدى الشباب، العمل التطوعي كذلك. أما الآن سوف نبدأ مباشرة بفقرة الأخبار السريعة مع زميلتي من قسم الأخبار القسم الرياضي نزيهة بالعيدي. صباح الخير. صباح الخير فيصل والسهيلة، وصباح الخير لكل المشاهدين. طبعا سهيلة صباح الخير كذلك. فوري الآخر سهيلة. صباح الخير لكم مشاهدينا الكرام. على شكل الضحكة اليوم. لا هكذا منيح النشاط شوية مع الصباح. البداية السريعة. البداية الغريبة. ابتسامة في وجهي. اليوم بدينا بداية غريبة، بداية غريبة بديناها في البرنامج. كنا نحكي وحتى لقينا رحنا مباشرة. إذا نبدأ بأول خبر يا نزيهة، وهو أفراد الجالية الجزائرية الموجودين في ووهان يعودون إلى أرض الوطن اليوم. وش نعم فيصل، اليوم ينتظر أن يعود أفراد الجالية الذين هم متواجدون في مدينة ووهان الصينية، حيث أقلعت أمس طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية نحو المدينة الصينية لإجلاء فوري لأبناء الجالية المتواجدين هناك. وقام وزير الصحة والنقل بتفقد الطائرة قبيل انطلاقها حوالي الساعة 4 صباحا من يوم أمس من مطار هواري بومدين الدولي نحو الصين لإجلاء 36 جزائريا مقيما في ووهان أغلبهم من الطلبة. والطائرة الجزائرية سيعود أيضا على متنها 10 رعايا تونسيين ورعايا ليبيين وموريتانيين، وهذا استجابة من الرئيس تبون لطلبات سلطات البلدان المعنية. طيب هذه الطائرة طبعا ستقل مادام أن الجزائر تمتلك حدود ومنطقة قريبة كذلك من ليبيا وتونس وموريتانيا، ستقل طلب الجزائريين، ستقل كذلك هؤلاء الرعايا. طبعا تم تجهيزها على الأقل يعني ببعض الألبسة وكمامات حفاظا على سلامة هؤلاء الأفراد وطاقم الطائرة كذلك. طبعا للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، أعتقد أن الطائرة لم تصل بعد، لكن الزميل الطاهر السهيلية متواجد حاليا في مطار هواري بومدين الدولي. الطاهر صباح الخير. طاهر صباح النور زميلي فيصل، صباح النور لك ولضيوفك الكرام ولمتابعي قناة البلاد. طيب ما الجديد لديك؟ الطائرة في أي وقت تصل؟ طبعا كانت وصلت طائرة قبل يومين أقلت 36 أعتقد طالبا من شنغهاي، اليوم من ووهان، ما الجديد لديك؟ نعم كما جرت العادة، نحن منذ ساعات الصباح الأولى يعني منذ ساعة 5 صباحا نحن متواجدون بمطار الدولي الجديد الهواري بومدين، أين سيتم استقبال طائرة قادمة من مدينة ووهان الصينية والتي سيكون على متنها حوالي 36 جزائريا أعظمهم وأغلبهم من الطلبة، كذلك من بينهم 6 طلبة موريتانيين حسب ما أكدته لي مصادر دبلوماسية، وأيضا 4 طلبة من ليبيا. هذه هي الرحلة التي رقم 3771 عبر الخطوط الجوية الجزائرية، كان من المقرر أن تصل في تمام الساعة 8:28 إلا أنها تأخرت حسب ما أكدته لنا مصادر هذا الصباح لتصل في تمام الساعة 12. الأمور تجري هنا عاديا، يتم التحضير والاستعدادات لاستقبال هذه الطائرة، لكن من المقرر هذه الطائرة ستحط بالمطار القديم فقط، لا أحد يتقدم إليها، ستكون هناك يعني استعدادات تامة على ما أعتقد بحضور وزيري الصحة والنقل. الطائرة ستكون يعني في
استقبالها طاقم طبي متخصص في الأمراض المعدية الفيروسية، كذلك في حافلة مخصصة لهؤلاء الطلبة، وكذلك معهم طلبة موريتانيين وتونسيين وليبيين، سيتم نقلهم مباشرة إلى مستشفى القطار بالعاصمة. طيب بالنسبة للطاقم الطبي الموجود هناك الطاهر، هل يعني تم تجهيزه ربما بأجهزة حديثة بعلاج أو على الأقل فحص معقم، أم أنه يعني مراقب حراري فقط؟ نحن حاليا زميلي فيصل بالمطار الدولي الجديد، الطاقم الطبي متواجد في المطار القديم. نحن هنا كنا منذ قليل في انتظار رحلة كانت قادمة من اسطنبول نحو الجزائر، كان سيتم تعيينها من قبل الطاقم الطبي يعني الموجود هنا في المطار الجديد، إلا أن المطار القديم بعد لحظات سننتقل إلى المطار القديم، لأن الرحلة القادمة من مدينة ويهان الصينية ستحط هناك بأرضية المطار القديم. أيضا سيكون في استقبالها طاقم قلت لك طبي متخصص في الأمراض المعدية ومجهز بكل المعدات الطبية. طيب ستكون لدينا تفاصيل أخرى طاهر سهيلية، كنت معنا من مطار الجزائر الدولي، شكرا لك، ستكون لك مداخلات أخرى في نشراتنا اللاحقة وفي غرفة الأخبار كذلك أعتقد. شكرا لك الطاهر. إذا مشاهدينا نذهب مباشرة إلى خبر آخر، وهو حول رئيس الجمهورية الذي استقبل يوم أمس رئيس الجمهورية التونسية قيس السعيد، وكذلك ربما اتفقا على عدة ربما تشاورا في عدة مواضيع، وقدم مبلغا أو أودع الرئيس، قرر إيداع الجزائر مبلغ 150 مليون دولار أمريكي في البنك المركزي التونسي. وهو كذلك فيصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعلن يوم أمس عن إيداع مبلغ قيمته 150 مليون دولار أمريكي بالبنك المركزي التونسي كضمان، وهذا في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين. القرار أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس التونسي بمقر رئاسة الجمهورية، وهذا في أعقاب محادثات تم التطرق فيها إلى جملة من القضايا أهمها العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية. طيب نذهب إلى خبر آخر، وهو جمعية الأمل للشباب في غردايا تنظم الطبعة السابعة لتظاهرة قرية المهن. نعم فيصل، وبهدف تعزيز تعريف الشباب بمختلف الحرف والمهن وحفاظا على التراث التقليدي والبناء المعماري الأصيل، نظمت جمعية الأمل للشباب ببن يزجن في غردايا الطبعة السابعة لتظاهرة قرية المهن. نتابعوا هذا التقرير ونتعرفوا على هذه المهن. بالتكوين أحافظ على تراثي، شعار الطبعة السابعة لبرنامج قرية المهن الذي نظمته جمعية الأمل للشباب في بن يزجن بغردايا، تظاهرة من شأنها تعريف الشباب على مختلف المهن والتدريب عليها. هذه السنة لها نكهتها، لها طابعها الجديد إن شاء الله، وهو تكوين لبتي ماسون، البناء الصغير، بكيفية استعمال المواد التقليدية كما رأيتم في الورشات أنفا، هو أن لا أن يبقى الشاب بدون انشغال أو بدون مهنة، كما يقول في المثل القديم رأس البطال دكان الشيطان. شباب عازمون على خوض التحدي لبناء مستقبلهم، متجولون بين مختلف الورشة والمهن ليتعلموا كيفية والطريقة ممن سبقهم في الميدان. أنا هنا مشارك، يعني كان عندنا بناء في التقاليد تاعنا في ميزاب، يعني لازم هذه التقاليد يعاد إحياؤها. يعني جيت في هذه الورشة مثلا يخدموا القالب يسموه تغوري، تربة يسموه تغوري، يعني كل ورشة تعلم تقنية جديدة، حرفة جديدة. فسيفساء من المهن والحرف حاضرة هنا،
وشباب تحدى المصاعب لبناء تاريخ قويم وصناعة مجد تليد. فقصور غردايا لم تكن لتكون إلا بالتشمير على السواعد وبالجد والكفاح. جميل جدا ما نشاهده في هذا التقرير، أن يتعلم الشباب حرفة يبنون بها الوطن، يبنون بها بيوتا، يبنون بها يعني في بعض الأحيان تحفا فنية يمكن أن يتم تسويقها في الوطن وخارج الوطن كذلك. وش رايك؟ نعم فيصل، حتى انه شباب ولايه غردايه رانا نشوفوهم يعني ناشطين بقوه خاص في كل المجالات، يعني ليس في مجال البناء فقط. احنا كنا استضفناهم ودرنا تقارير عده، يعني في كل المجالات نلقاهم ناشطين. الله يبارك. هاي الناس غردايه نحييهم بالمناسبه، وكل الولايات التي يعني شوف الجزائر ينشط، فقط اعطي له البيئه اللي نعم مفتح له المجال. مشكلتنا ما عندناش كومفورت زون في 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 العمل، ما عندوش كومفورت زون في الدراسه، ما عندوش منطقه الراحه هذيك اللي يقدر فيها يبدع، ومنطقه الامان هذيك اللي يقدر فيها الشخص يبدع. اي طفل ولا اي رجل ولا اي شخص تحط له في ظروف تعامل وبيئه ابداعيه يبدع. هذا فقط يعني اذا ما بدعش فالمشكله راهو فيه. نذهب ونختم ب الحسن والحسين التوأمان الكفيفان اللذان صنعا التميز. نعم فيصل، الحسن والحسين توأمان من ولاية باتنا صنعا التميز وتحدى الظروف الصعبة. واليوم نشوفوا أن الحسن والحسين يعني واحد فيهم أصبح أستاذ في علم الاجتماع والآخر أستاذ في علم النفس، رغم يعني أنه كفيفين إلا أنه هذا لم يمنعهم من مواصلة مشوارهم وتحدي الظروف الصعبة. نروح ونتعرفوا عليهم في هذا التقرير. من الوهل فعلا نموذج يحتذى به في العزيمة والإصرار والإرادة عندما نتكلم على أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. طبعا هذا ربما عينة فقط من مئات الشباب الذين أكيد. تحدوا الإعاقة ويعتبرونها أمر عادي جدا وطبيعي جدا. إذا شكرا لك نزيهة على هذه الأخبار الصباحية السريعة. نذهب مباشرة المشاهدين لأخبار الرياضة، فقرة سبور مورنينج مع سهيلة معوش المبتسمة دائما. البداية ببارادو والفوز العريض الذي عاد به، لكن نعم إذا بارادو عاد أمس لكن وعلى ما تعجب. نعم عاد أمس بفوز عريض من المغرب، وذلك على حساب حسنية أكادير بثلاثة أهداف. الطرائف اللي تجيبها لنا كل مرة تجي البرنامج بالدقيقة الصباحي. نذهب مباشرة للتعرف على أحوال الطقس مع سعدية كباب ثم نعود. تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. زميلي فيصل، زميلي في قسم الأخبار والرياضي، وكل متتبعي قناة البلادين ما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يخص الوضعية الجوية المرتقبة لنهار اليوم بحول الله، كالعادة أجواء مستقرة ستميز المدن الشمالية للوطن كذلك الجنوبية، ولكن هذا الاستقرار دائما سيبقى مؤقت في انتظار عودة اضطراب جوي سيميز النهار الأربعاء إن شاء الله المدن الشمالية الشرقية للوطن، ولكن هذا الاضطراب سيبقى سريعا نوعا ما، سيميز خاصة المدن الساحلية الشرقية للوطن. أما عن نهار اليوم إن شاء الله سيتشكل ضباب خلال الصباح على المدن الساحلية للوطن، كذلك المدن الداخلية القرب من السواحل مع تشكل جليد على كل المرتفعات الداخلية، ولكن هذا سيتلاشى بداية من الظهيرة إن شاء الله، وتصبح الأجواء تقريبا من مغشى جزئيا إلى صافية على العموم. أما عن الجهة الجنوبية للوطن فالأجواء فيها تقريبا ستبقى صافية على العموم على غرار الغيوم الجزئية المسجلة على أقصى الجنوب، كذلك منطقة الهوغار والتسيدي، ولكن ستتلاشى بداية من الظهيرة إضافة إلى استمرار هبوب الرياح التي ستبقى قوية نسبيا على وسط الصحراء والتي ستعمل على تشكل زوابع رملية ورداءة في الرؤية.
بالنسبة لدرجات الحرارة المسجلة لنهار اليوم إن شاء الله، درجات الحرارة ستبقى دائما مرتفعة عن معدلها الفصلي، أين ستتراوح ما بين 20 درجة إلى 23 درجة على كل المدن الساحلية للوطن. نسبة الرطوبة لا تفوق عن 65%. أما عن درجات الحرارة هذه يعني راجعة للمرتفع الجوي المتمركز على حوض البحر الأبيض المتوسط والذي يمتد نحو المدن الشمالية للوطن سواء الساحلية منها والقرب من السواحل، وتمتد نحو المرتفعات الداخلية للوطن عبر تيارات شمالية غربية إلى غربية تماما، والذي سيؤدي إلى ارتفاع محسوس في درجات الحرارة. أما عن المدن أو الجهة الجنوبية للوطن كذلك ستعرف ارتفاع محسوس في درجات الحرارة، أين سنسجل أعلى مقياس بعين قزام تقدر ب 31 درجة. بالنسبة لتندوف مرورا بوسط الصحراء كذلك منطقة الهجر وتسير درجات الحرارة فيها ستتراوح ما بين 23 إلى 26 درجة، 22 ببشار، 24 درجة بورقلة. أما عن المرتفعات الداخلية للوطن ستتراوح فيها درجات الحرارة ما بين 16 إلى 18 درجة وستصل إلى 21 درجة على المدن الداخلية القرب من السواحل سواء الوسطى والشرقية. أما عن حالة البحر، البحر بحول الله سيبقى هادئ على كل الشريط الساحلي وسرعة الرياح لا تفوق عن 20 كيلومتر في الساعة بالنسبة لكل الشريط الساحلي، وستكون تحت تيارات شمالية غربية على السواحل الوسطى والشرقية، وستكون تحت تيارات جنوبية غربية بالنسبة للسواحل الغربية. بالملاحة والصيد البحر وصلنا إلى نهاية النشرة الجوية لنهار اليوم، نختمها كالعادة بالمعلومات الفلكية لغروب الشمس بالجزائر العاصمة وضواحيها، والغروب لنهار اليوم إن شاء الله سيكون على الساعة 6:15. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، عودة إليك زميلي فيصل. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. إذن كانت هذه أحوال الطقس لنهار اليوم، تعرفنا عليها مع سعدية كباب من الأستوديو المجاور للأحوال الجوية. شكرا لكم سهيلة بعوش وكذلك نزهة بالعيدي، يلتقي بكم الجمهور في حدود الساعة 9 إن شاء الله في غرفة الأخبار. أما نلتقي بكم بعد هذا الفاصل بحول الله. فلا عدنا رجعنا لكم مشاهدين الآن في هذا الجزء الثاني من البرنامج، برنامج 100 دقيقة. أنتم اللي التحقتوا بنا الآن نقول لكم صباح الخير. رانا نتكلموا على برنامج اليوم، راح نتكلموا على موضوع جديد اللي هو موضوع الرياضة لدى النساء العاملات، يعني المرأة اللي تخدم وتمارس الرياضة وتمارسها كذلك بشكل دائم ويعني بانتظام دون أي ربما كسل ولا يعني برنامج دائم للرياضة. نبدأ هذه الفقرة طبعا حتشاركني فيها لاكونيكوس تاعنا نسرين فلياشي. صباح الخير. صباح الخير فيصل، صباح الخير كامل المشاهدين تاعنا ومرحبا بكم. فوالا، وكذلك لما نقول الرياضة ونقول نهار اثنين لازم يكون معنا الكوتش بوزيد. صباح الخير كوتش. صباح الخير فيصل، صباح الخير نسرين، صباح الخير الانفيتي تاعنا وصباح الخير المشاهدين. ما جيتش وحدك اليوم، هذه هي اللي حبيت. زعما جيت اقليل جيت وحدي خطرة. وشنو هي الحكاية تاع اليوم؟ المرأة اللي دير سبور وتخدم او ميم طون. فوالا كقلتها اليوم جبت معايا هاجر. هاجر pour parler d'un sujet très important اللي راهو دو بلوس اون بلوس à la mode entre parenthèses. Et bon, c'est حاجه مليحه، حاجه بوزيتيف. لي فام اللي راهم يخدموا ولا عندهم كما يقولوا لها ولا او فوايي ولا وشنو يديروا سبور، بصح سبور يديروه دون فاصون تري ريغولير et d'une façon intense ou limite comme ils disent presque tous les jours. Voilà, quand ça dépasse 4 à 5 fois par semaine ça devient un mode de vie. C'est une autre chose, c'est comme un entraîné pour le bien-être. La catégorie de femmes existe depuis quelques années, 4-5 ans d'ailleurs, depuis que les salles de sport entre parenthèses محتارمين ويعطيني فيهم ولا بيكزيستيو. هادشي جبت معايا هاجر اليوم. مرحبا بك هاجر الزرفة.
صباح الخير هاجر. صباح الخير. دونك تي رياضيه ديري اكزاكتومون فيتنس ديري جو بونس ثاني ميسكيلاسيون وثاني انت تخدمي عندك حياتك المهنيه عاديه. فوالا. ما بونجور صباح الخير اعزائي المشاهدين اعزائنا المشاهدين وميرسي بوكو بوغ لانفيتاسيون و جو مي بريزونت سي هاجر جو سوي انجينيور ان اوتوماتيك جو ترافاي اي لو سبور سي دوفنو بور موا كيلكو شوز d'obligatoire dans ma journée. Je dois faire, aller faire ma séance de sport, et voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais le sport? Combien de fois tu fais le sport dans le sport? Minimum, c'est 5 fois. Et parfois, ça m'arrive à 6 fois par semaine. Je prends une journée et de repos. Et tu le fais avant le khidma ou là, après le khidma, tard le soir ou là? Donc, ça dépend. Ça dépend. Mmh. Parfois, tôt le matin, khatatma la chia, vers 17h quand je termine. Mmh. Donc, j'essaye de trouver le temps pour... Très bien. Donc, c'est une question d'organisation. Musculation, cardio, activité en groupe. Donc ça dépend, ça dépend. J'essaye de varier comme ça. Maintenant, je fais la routine. T'as, je vais faire de la musculation. Si, donc je fais des cours collectifs avec avec mes copines et ça motive encore plus. Ou là, la musculation, avec un coach qui va me guider. Le cardio, je le fais toute seule. Ça dépend. Parfois, je cours dehors. Parfois sur le tapis. Oui. Il implique Faisal, je pense, un mode de vie healthy. Healthy lifestyle. Voilà. Est-ce que tu veux dire que tu as le côté de la maquille? Est-ce que tu suis un régime draconien? Non. Un régime draconien, non. Mais je mange équilibré. J'essaye de manger sainement. Pas de restrictions quand tu veux te faire plaisir. Bien sûr, quand je me fais, bah oui, bien sûr, on peut pas, c'est impossible. Donc je me fais plaisir de temps en temps. C'est pas. Non, pas mhajb. Mais quand même, je mange mhajb. Bah oui, khatara, habba, mais pas tous les jours. Mais pas tous les jours. Un jour peut-être où tu manges ce que tu veux. Un jour, un petit meal. Et normalement, on a les Algériens, on a le vendredi parce qu'on peut pas. C'est le jour où on aime la famille. Oui, voilà. On a le couscous tana, on a le petit café avec un gâteau traditionnel. Voilà, justement, il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, qu'il y a des riyada, il faut manger le traditionnel, manger avec la famille qui se tient. Donc, avec le temps, il y a le sport, je crois que c'est un coup, mais il y a le coach, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, tu as dit que c'est le mot d'abord, je vais te dire, je vais te dire, mais juste, il y a beaucoup de gens qui disent, sport, يشوف باللي ماشي لازم ناكل مع ناكل وحدي دونك يكرا فوالا دارهم ما ياكلوش كيما هو دونك لوجيكمون ما يفطرش معاهم سواء قبلهم سواء بعدهم وفي الجمعه كيتلاقى وهو ثاني يزيد يزير على روحه ما ياكلش قايد لا طعام لا تشختوخه لا رشته لا والو لما نقولوا ما تاكلش بالك انت حكيتي عليها مره نسرين ماشي ما ناكلش Mais il faut la quantité. Bien sûr, la quantité. Je reçois très souvent des femmes qui disent quand elles veulent faire un petit régime pour perdre du poids, prendre de la masse, ils disent que je veux l'IA ou la famille. Alors que non, c'est tout un mode de vie. On peut l'adopter le foyer. Et Ganit, le cheat meal, j'imagine que le coach Ganit sera d'accord avec Maya. C'est très important d'avoir un cheat meal un jour où il n'a que le wish pour rebooster le métabolisme. Parce que qui le corps a, il veut le régime, il va stagner. D'ailleurs, ils n'arrivent pas à perdre du poids. Nataoulhom qui stagne bien, Nataoulhom deux jours où il n'y a que le wish et habou, après ils reprennent le régime, c'est fou qu'il fasse reperdre le poids facilement. Donc voilà, ça rebooste le métabolisme. Oui, Hana ou Shakima Kalfesel, la quête bizarre des cas où par exemple. يقول لك راني داير ريجيم بصح تلقى لا بلوبار دو طون كتاشي تريشي سيقول لك يما طيبت لي واحد تختوخه ولا واحد طعام حلفت فيا وكذا وما باش بون بيان سور كيما يقولوا هذاك واش كان يحوس مي السبه هذيك تسمى شغل يقول لك ما قدرتش نعكس ولا كنت معروض ولا كذا انا لحقت او بوان وين باغ اكزومبل كي نتبع عباد هكذا ويلحقوا كونت يسون انفيتي كاش عرس ولا مام ان بوفي ولا يصور لك كونت يلي اون كونتاكت مع ان كوتش ولا ان بيرسونال ترينر ولا واش يدير يصور لك يبعث لك وتقول له اسمح قول ما قولون اوتر بارونتيز بور مينيميزي لي ديغا فوالا سي سا ولا كي تاكل كل كونتيتي صغيره دايوغ ميم في دي زوتيل ولا دي ريستورون اللي يكونوا فريمون دي ريستورون اللي يخدموا في لي نورم يعطيك سيغتان كونتيتي الناس تحسب شويه انا ناكل شويه يعطيك سيرتو طعام باغ اكزومبل يكونوا بين تراديسيونيل وبين اسمها مودرن يعطيك بتيت كونتيتي تاع طعام بتيت كونتيتي تاع رشته تقول شويه غاسترونوميك مي هو كلش راه مدروس الميزان هذاك راه
محسوب شحال تاكل راه محسوب ابري باش تحسب بلاصه الديسير تحسب بلاصه لونطري دونك بعدا بعدا صافي لوبجيكتيف تاع كل واحد كيما دوك هاجر جو بونس لوبجيكتيف تاعك انت سي ماشي بيرد دو بوا جو بونس با سي سو موسكلي بالك ولا كيما نقولوا بالك سي سي بور سموكسلي اي اتر بيان دون دون مون كور فوالا نو با افوار دي ديفيكولتي بور لو كوتي مورال وي فوالا باسكو ان فيت في حياتنا اللي غنكونوا على ليز اي تو جو تروف كو مو كان جو في ما سيونس دو سبور Je suis à l'aise, je suis bien. Ça me donne bonne mine, ça te booste. Voilà. أنا اللي حبيت باش يفهموا المشاهدين باسكو يقدروا يقولوا لنا دوك بلي بالك هي راهي اتليت في كاش كلوب بالك راهي كذا دوك حنا نتكلموا على سيده ولا انسه اللي راهي تخدم عادي حياتها كاع البنات اللي ولا النساء اللي في الجزائر تروح صباح تخدم تجي عشيه عندها الواجبات تاعها عندها دارهم عندها كذا ودير الرياضه جوست بو كيما نقولوا لو بيانيتر تاعها باش هي تكون بيان تكون اليز ما راهي من الخرطه لا باسكو بزاف يقول لك سي اوبليغاتوار سي نورمال باسكو راهي في كلوب راهي كذا شحال عندك وانت ملي بديتي هاد الرياضه بانتظام هكذايا وكيفاش راكي تورغانيزي لي جور تاع ولا لي سيونس تاع السبور تاعك مع الخدمه مع العائله مع بالك تروحي تحوسي مع تروحي تخرجي تروحي انفيتي فوالا وي بيان سور دونك انا سافي 4 ans que je fais le sport régulièrement Ça fait 4 ans seulement. Oui, ماشي ملي كنتي 13 سنه non, non, ça fait 4 ans régulièrement. فهمني كوتش باسكو انا راني حاب نصحح مفاهيم عند الناس هذا هو الهدف من البرنامج دونك باش الناس 4 ans كاين بالك يقول لك سي نورمال بدات في عمرها 13 سنه كبرت عليها هكذا هاي لك 4 ans كون ميم قدام بالك انت شحال عندك تقول هي تي قاعد دير سبور فوالا مام اوتون كوتش ولا اوتون كاتليت ولا مام اتليت ان او نيفو ولا شو سي تري غار تلقاه باغ اكزومبل يستف اني مور اني نحقوق نومبر داني امبورطون تلقى توجور كاين سوا اون بليسور سوا ان ايفيرمون فاميليال سوا حاجه تخليه يجبد روحو بوندون اون اني دو زون لي بلو كرون داروها كيما يقولوا الهضره ميسكولاسيون ارنولد شوانزينيكر دا ميستر اولمبي بليزيور فوا جبد روحو دو زون بور باش يتوني كونان لو باربار باغ اكزومبل بعد حتى عاود ولا ربح مي هنا واش حبيت نقول لكم بارونتيز باللي 4 سي تري امبورطون انا وكنقول لك بيرسونيلمون ستفت باغ اكزومبل نقولوا دافيلي نقولوا سيزون سيزون تو ماناش بعد سيزون دو سبور اي دو مود دو في هيلتي فوالا 4 ans علما انه انت بالك راك كوتش سي 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 ما بروفيسيون بروفيسيون هي راهي هاويه رياضه تشد 4 ans سي امبورطون دونك نقدروا نبداو كبار شويه على اج دو 25 24 23 40 50 ونحافظوا على النمط دوك احكي لنا كيفاش حتى بديتي كيفاش حتى بديتي تبروغرامي كيفاش حتى بديت لا موسكولاسيون enfin le sport pendant je faisais du sport كنت نجري خطره نجري خطره ما نجريش et tout c'est un truc normal mais après vu que je suis grande je suis très grande comme si je mesure 1m82 donc j'avais un problème de dos même gars habati في ليكول et tout gars كانوا قصار وهنا j'étais la seule grande quand j'ai commencé à courber le dos terrain là il y a un problème Donc, quand même, je suis une femme, je dois rester comme ça et tout. Je me suis inscrite au troll de sport. Donc, c'est là où ça a tout commencé. Parce que j'ai, oui, c'est le déclic. J'ai commencé à travailler le dos, j'ai vu qu'il y a des résultats, ma posture s'est et tout. Et après, Oulit, c'est devenu une passe, plus qu'une passion, je crois. Ça, Oulit, une addiction. Voilà. Mais le dos, Oulina, les jambes, Oulina, les bras, Oulina. بالنسبه اسمح لي انستيتيك توتال فوالا هادي شوف على هذا الشيء جوفرين بارونتيز هاجر على فيه كما يقولوا موديل دو شوتينغ ومانكان ثاني تو ميم طون باسكو هضرتي على الطول الله يبارك بون حبيت نبوزي لك كيستيون باش هنا كما يقولوا كما قال لك فيصل بور اونفي لي زيدي روسو الافكار الخاطئه اسكو لا ميسكولاسيون هادي بون بور اتر مانكان فو افوار ان كور دو فام فهمت كيف بور ريبريزونتي لي فام اسكو لا ميسكولاسيون هادي بدات كانت بور ولا كونتر هاد الشيء اسكو عاوناتك ولا جات ضدك في هذا الامر اسكو ميسكولاسيون عطاتك ان كور دو فام ولا عطاتك ان كور دوم فوالا وي بيان سور باسكو كاع عندنا في راسنا بلي لا فيمينيتي افيك لا ميسكولاسيون سي دو تروك لي جامي يتقابلو فوالا نو سي 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 فريمون فو سا لا اون بو اتر مسكلي بيان دون سا بو فين اي تو Et sans être vraiment, sans ressembler à un homme. Voilà. Non, pas Sachant du tout. Que, donc, ça n'a jamais créé un problème pour moi. Mon musculation, ça ne veut pas. Chez la femme, peut-être, mais je suis maintenant amoureux. Voilà. Il y a le principe de ce que je veux dire. C'est hormonal. Donc, il y a un monde qui est en train de faire la même chose.
مي بصح فوا با افوار ميم ريزولتا باسكو سور لو بلون هرمونال سي توتالمون ديفيرون. الراجل عنده لا تيستوستيرون والمراه عندها البروجستيرون. بون لوستروجين حاضر في لي دو كام عند الفرق هذه المراه اكثر. هاد لي هرمون هادو ما يخلوكش ما يخلوهاش تكون عندها ان غام ميسكولير الا حالات خاصه اللي هما يحوسوا على هذا. هي حتكون عندها ان ميسكول بلو دونس معناتها واش يقولوا شد عضل شايد روحو فيرم تكون عندها بلوس دو فورس. La femme elle récupère plus que l'homme, معروفه في le sport. L'homme il est plus fort côté charge. Voilà. La récupération c'est le contraire. Voilà. Mais باش تلحق par exemple انا نلقى par exemple يقول لك ما نخدمش les épaules coach مانيش حاب نولي جو الراجل. لا نو لي ما كاليتي فهم تاع لي ترونجي عندهم des épaules larges وجي جاي تما الكور تاعهم il est parfait. Mais c'est dû à un programme complet. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Quand on parle بالك ثاني على هضرت على لاشار سي تري امبورطون. كاين بالك مرات تقول لك نروح نشد العضلات تاعي بيان سور ما ترفدش بالك لا انت تقدر ترفد 100 كيلو بالك المراه ماش كي دير ميسكيلاسيون ما نا با بوزوان باش ترفد دي شارج كبار. ميسكيلاسيون جوست باش تشد العضلات تاعها ما تخليش روحها كيما نقولوا مرخوفه سورتو كي ينقصوا البوا جينيرالمون لي فام تكون عندها وزن زائد تروح تنقصوا بالك تولي الترهل في العضلات. هنا تقوم بال هي سا ديبون لوبجيكتيف دوك اون بيرسون كيما يقولوا اللي حبت برك افواغ كيما يقولوا تشيان وما تطيحش فوالا سي اون شوز. مي اون فام كي فو سو موسكلي قلت لك ميم سي ميم سي با سور دي شارج انورم. انا شفت دي زاتلت باور ليفتينغ تخدم لك سكوات 120 كيلو مي تبقى ان كور دو فام باسكو طونك ما دناتش. شوف باش يكون اون نيونس واش نشوفوا انستغرام ولا في لي ريزو سوسيو هذوك لي فام موسكلي وغايتيك سي دي فام كي سانجاك دي ستيرويد هذه اونتر بارونتيز. اي لا لو كوتي هرمونال يدخل باسكو كاين بزاف دي زيدي روسو بين نقولوا لا فام كي في لا موسكولاسيون لو تو دو تيستوستيرون تاع باسكو ميم لا فام الا ان تو دو تيستوستيرون يطلع. Et c'est là où il trouve le dopage, c'est autre chose. Voilà, c'est pas les compléments alimentaires. C'est pas les compléments alimentaires. On parle de stéroïdes, on parle de d'injections. Parce que chauffe, la femme, je n'arrête comme un chiffre, la femme qui t'lhaq. Parce que c'est des, le pourcentage de graisse, je connais quoi d'aknar, la masse maigre versus le taux de gras. Rajel, mais il connaît un corps, mais il connaît les abdos terre ou il connaît le métro. On parle entre 10 et 12 % entre 10 et 12 % et qu'on a un corps esthétiquement bleu. تحتها c'est ça rentre dans la compétition. C'est mais qu'on خلاص راهو دخل في la femme c'est entre 15 et 20 % entre 15 et 20 % باش تشوف بلاي بعيده على الراجل بصح 15 et 20 % اللي يكون عندها un corps كما يقولوا esthétiquement نهضروا على نهضروا دي نورم تسمى c'est esthétiquement تكون تسمى سوا سوا. فوالا اكتب لي ماشي با لا ميم شوز علاش لا ديفيرونس هادي سي لي زورمون. فوالا هو الشخص لما يكون عنده بون كيما يكونش يعني هو اتليت ولا عنده هدف تاع كومبيتيسيون ولا منافسه ولا لو فات يكون عنده لو كور هذاك الجسد كش يقول الانيق سواء عند لا فام ولا عند الرجل طبعا كل واحد والخصائص تاعو. دونك هذاك هو اللي يخليك في البيانات تاعك واش تلبس يجيك شباب واش تكون اليز كي تقعد راك اليز كي تمشي راك اليز تقدر تمشي بزاف يقول لك كيكون واحد ثاني سور بوا يمشي شويه يتعب يقعد يعيا ينوض يعيا دونك هذا ياثر. دونك انت قلتي باللي سبور خلاني في البيانات تاعي توجور بي انت علما انك تخدمي مهندسه اكزاكتومون حكينا دوك شويه على الدومين تاع الخدمه ديالك كيفاش اكزاكتومون هكذا حاجات اللي تكوني تخدمي تستريسي شويه اسكو تروحي للصاله ولا كاش ديري هكذا ف جوستومون جو سوي انجينيور اون اوتوماتيك دونك جو سوي في le domaine de l'industrie. Je tourne beaucoup dans l'usine et donc, tout. Donc, tu as déjà généralement oui. Laboratoire, pour nous imaginer ou le plutôt dans l'usine, enfin, c'est l'industrie. 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 Voilà, l'industrie. Donc, je tourne beaucoup, je me chape Zef et tout. Et ça m'a beaucoup aidé le sport parce que je suis en forme toute la journée. Et parfois, il sera au soir et tout. Il se dit, c'est vrai qu'il y a un peu et tout. Donc, je prends sur moi à chaque fois et tout. Et chia, je me défoule en faisant mes. Je te dis, je vais m'asseoir. Voilà, je vais Oui, voilà, je vais la dégager. Je vais porter, je sais pas, 50 kilos en squat. Hein, pourquoi pas, pour voilà, tout dégager. C'est ça. C'est un équilibre. Oui, oui. Ma fikertich tahterfi haka fi kash nadi ou la tdokhli fi kash munafasat? Non, pour le moment, non. Non. Mais j'essaye de voilà, j'essaye de donner mes ce que je pense, la chose li nfa'tni, n'atiha les autres et tout, je partage ma passion avec les autres, j'essaye d'influencer.
Et surtout que tu t'es lancée sur les réseaux pour partager. Oui, voilà, je me suis lancée sur les réseaux sociaux. J'ai une page Instagram où je donne des conseils et tout. Parce que gagne ça, un homme, avec l'idée, oui, musculation, rajal et tout. Là, redouan, inchallah, là, qui fait le marché, chaliti bzev. Ma indekch rajalek, ma indekch wildek. Aïe, indek 10 kilos, haka gadi terfdihom. Ça a fait tirer un seul lecteur, ça qui est tout. La chiette est comment? La qui a carré d'un ou un aïe, tu m'en as? Ou d'un qui est au jac? Ou d'un qui est au jac? Ou d'un qui est KO parce que fait que les courbatures. Parce que quand tu dis les musculations, tu dis les sports, tu as une certaine activité fait chiette. Non, normal, au contraire. Genre, qui est en forme, qui est bien, certes, cause aucun. هذاك غير دي بلوسور كما تري بيان باغ اكزومبل كيما قالت هذا مقبل على الظهر ولا دوك بزاف ناس باغ اكزومبل يديروا سبور لا مسكولاسيون بون كوريكتومون جو دي بيان كوريكتومون معناتها ما يلحقش روحو لي بلوسور لي بروبليم ديرني ديسكار ما يلحقوش لي بروبليم دو جنو ما يلحقوش فوالا ميم لي فاريس باغ اكزومبل بور لي فام لو فيت فار دو سبور سا رونفورس سا كيما يقولوا فوالا سا ستيمول كيما يقولوا سيستيم كارديو فاسكولار يزيد بزياده سا اليمين بون بلوتو ريدوير لا ريتونسيون دو لا ريتونسيون فوالا صافي تخلي كاين شخص شوز ما يجيهمش لا سيلوليت اللي الناس قاعده تعاني منها الناس قاعده تعاني منها تو سكي فيرجيتور تو سكي تانيت شنو نهضر اسمهم لي Les varices. C'est vrai, la rétention d'eau, elle ne sait comment elle habite. Parce que quand elle commence à faire du sport, ça y est, tu feras un tefret. Non, mais ça ne sert à rien. Elle a une roche, une gingerie. Ou ma canoë. C'est la première étape. Oui, mais ça les démotive. Ça les démotive. Mais non, c'est un truc normal. Il fait beau. Rabak Hadhart, elle a un phénomène très important. Exactement. Il faut que tu aies des musculations, tu ne fartes. Ouais. Elle a un peu de choses. Parce que chauffe, tu as une rétention d'eau. كي تمشي بك شويه كنا روماركيو النساء اللي مشاهدوا فينا تمشي شويه برك مع العشيه اللي صبطها باش نحيه بالسيف بون تلقى ماما راجل صرا له باش نحي خواتمها بالسيف باش كدا وعلاش باسكو لي فلويد الموفمون دي فلويد هذا اللي دار لها هذا الشيء باسكو ترو دو في الكور تاعها كي دير سبور كيف واحد تنفخ مي بصح هذه لي طاب الاولى بعدا كي تولي تعرق بزاف عمليه التعرق شرب الماء وكما يقولوا لا ريدكسيون دو صوديوم اللي حتخليك تيليميني هذا الماء الزايد اللي حيعاود يخلي الكور تاعك يكون اون ايكيليب فوالا دونك سي ان سوجي تري امبورطون اللي لازم له بزاف بالك وقت تعرفنا عليك هاجر زرفا انت رياضيه وانت مهندسه في الاوتوماتيك هكذا فوالا في الاوتوماتيك فوالا دونك ورياضيه كذلك وانت انفلونسوز سور لي ريزو سوسيو نطلب من المشاهدين يتبعوك واسمك اكزاكتومون هاجر زرفا هاجر زرفا تو سامبلومون في الانستغرام تبعوها دونك يعطيك صحه كوتش اللي اليوم تكلمنا في موضوع نظن يهم بزاف النساء ومهم جدا المراه لما تكون تخدم تقدر بالك ان كونساي اللي مديتيه لها انت انك اخدمي مام في الدار وفي مام في الدار ديري شويه رياضه بلوس بيان سور الهيلتي لايف ستيل ماشي غير في الماكله برك ولكن في كل انشغالاتنا وحياتنا دونك يعطيكم الصحه نتلاقاو بك كوتش التنين الجايه ان شاء الله مع موضوع جديد وانفيتي جديد الناس اللي تبقاي معايا روحوا نتعرفوا على شباب في العمل التطوعي عندهم جمعية واسمها نعم نستطيع نلتقي بهم بعد هذا الفصل رجعنا لكم مشاهدينا في هذا الجزء الثالث والأخير من برنامج 100 دقيقة والتحقتوا بنا الآن قولكم صباح الخير اليوم رانا نذكركم بلانا الاثنين الثالث من فبراير 2020 قولكم بقوا معنا راح تكتشفوا شباب مبدعين جزائريين في كل مرة في فقرة ستريت نروحوا نجوبوا ونصولوا في الجزائر البارح رحنا لولاية النعامة اليوم منا فقط في العاصمة تلقينا بشباب مبدعين شباب جزائريين أرادوا أن ينظموا أنفسهم ويتأطروا في العمل للشباب للطفولة للعمل الخيري للعمل التطوعي هما جونا من جمعية اسمها نعم نستطيع صباح الخير عليكم فلا معنا سمير بورس قلت رئيس الجمعية صباح الخير
رانا اليوم مثل الشباب الجزائري بصفه عامه وشبابنا عم نستطيع بالخصوص في هذا المنتدى الصباحي. وانت ما جيت وحدك، جمعك عضو الجمعيه عبد الرؤوف بن عبيد. صباح الخير. صباح النور وصباح الفل لكل المشاهدين الكرام، شكرا على الاستضافه. فوالا دونك سكيبو في برنامج 100 دقيقه ولا في هذا لو صالون هذا لو بي صالون هذا تاعنا سيك اشاك فوا نستقبلوا شباب جزائري يقدموا افكار واعده، يديروا مبادرات جميله، وهذا مجموع هذه المبادرات هما اللي تمد تنميه للوطن والبلاد وتخلي لي جون توجور موتيفي. دونك احكي لي شويه على الجمعيه تاعكم. دايور لو نون تاعها بزاف شباب، نعم نستطيع، يس وي كان، في الماريكان دار ضجه وحقق اهداف. نعم. في الجزائر نتمنى يحقق نفس الشيء ولا اكثر. احكي لي شويه على نعم نستطيع. بون فيصل، هذا الشعار تاع نعم نستطيع عنده خصوصيه كبيره. احنا في الاصل تاعنا كنا مجموعه فيسبوكيه في البدايه تاعنا. هذا الفضاء الازرق استغليناه ايجابيا باش نكونوا يعني لقاء تاع نخبه، لقاء تاع اعضاء، تاع اصدقاء، تاع الناس، تاع الناس الملاح، باش نديروهم في 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 اطار واحد وفي عائله واحده. هذه نعم نستطيع في البدايه تاعها دعمت مبادره ولقات صدى كبير اعلاميا ووطنيا، هي في البدايه تاعنا دعينا لبناء مستشفى الاطفال مرضى السرطان. اول حاجه بدينا بها كهاشتاغ في الجزائر كانت دعوتنا لبناء مستشفى الاطفال مرضى السرطان في عام 2018 واواخر 2017. هذه المبادره لقت دعم، لقت صدى، لقت تفاعل كبير من مختلف شرائح المجتمع. احنا طلبنا من الدوله الجزائريه كشباب، طلبنا من الدوله الجزائريه تقوم ببناء مستشفى الاطفال هادو. الحمد لله كاين بعض التفاعل الحمد لله في هذا الوقت، يعني بعد هذه النداءات كاين 5 مراكز استقبال تم انشائها، وكاين ان شاء الله نترقبوا الحكومه تعلن عن انشاء مستشفى الاطفال مرضى السرطان مستقبلا في برامجها الحكوميه. حنايا لحقنا الرساله تاعنا لكن ما توقفناش عند هذا بالنسبه للاستجابه تاع هذا المشروع ولا هذه الفكره ولا هذه المبادره، لقيتوا استجابه؟ احنا لقينا تفاعل في على مواقع التواصل الاجتماعي، انها صنعت تفاعلت معها حتى قنوات، تفاعلوا معها فنانين، تفاعلوا معها مختلف الفاعلين، وما زلنا ننادوا بهذه الفكره، يعني ما طلقناهاش لان هذه الفئه يعني جد حساسه في المجتمع تاعنا، راهم يتوفوا لنا اطفال صغار بزاف، يعني يروحوا هكذا كبرك ماذا بينا، يعني ان شاء الله في اقرب الفرص يتم على حسب البرامج الحكوميه القادمه يتم برمجه هذا البناء المستشفى. وثاني ربما المحسنين يقدروا يبنيوه، كاين بزاف ناس اللي يبحثوا باش يديروا الخير ولكن ما يعرفوش وين. هي فيها شويه يعني الامر معقد نوعا ما، لانه هذا المستشفى حساس، مستشفى كبير، مستشفى بتفاصيل كبيره، بتجهيزات كبيره، بستاف كبير، يعني هو مشروع لازم يكون مشروع دوله. ومعليش المحسنين يتعاونوا مع الدوله، يتفاعلوا مع الدوله ويعاونوها، والتاطير تاعو يكون حكومي، لازم يكون تاطير حكومي، لان الدوله اللي عندها الاراضي، عندها العلاقات، عندها الامكانيات، عندها التسهيلات، عندها حتى باش تمول هذا الشيء، هذا الكبير هذا اللي راح يكون في صالح العام تاع الوطن تاعنا، وخاصه الاطفال هذه الفئه، يعني لازم نشوفوا ليها. لما نزوروا مستشفيات حنايا يعني نتقطعوا على الاهل تاعهم وعلى المعاناه تاعهم. فوالا دونك هذا جانب من جوانب الجمعيه. هذه البدايه، هذه البدايه. انا نحب يحكي لي دركا عبد الرؤوف على النشاطات الاخرى. انتم ما ديروش غير هذا الشيء، انتم تعنون بالشباب وبالاطفال وبالعمل التطوعي. بدا احكي لي شويه دركا، هو حكى لي البدايه كاش كانت، بعد ما اسستوا الجمعيه شكون هما اللي كانوا معاكم وكيفاش حتى رسمتوا الخطوط تاع العمل ديالكم؟ نعم، في 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 البدايه كنا مجموعه فيسبوكيه كما قال الصديق سمير، حاولنا نفعلوا الخير، حاولنا نديروا يعني نديروا ننشروا عبر الفيسبوك، ولقينا تجاوب كبير ويخلانا نخرجوا ميدانيا. ميدانيا خرجنا زرنا مستشفيات، قمنا بحفلات بسيطه على وقمنا بحفلات بكل احترافيه فيما بعد
بالخبره وين اصبحنا جمعيه. يكون عندكم الدعم مثلا بحفلات تطلب اموال تطلب الدعم؟ احنا اخويا فيصل من الاعضاء، احنا عندنا خاليه، احنا عندنا صفحات فيسبوكيه، عندنا صفحه وعندنا مجموعه، هذه الصفحات فيها الاف الاعضاء، لكن احنا في الخاليه الناشطه يعني الخاليه الاساس في الجمعيه عندنا حوالي 50 عضو، هذو بين فتاه واولاد يعني هذو هما الاصل تاعنا، هما نخب يعني عمال يشتغلوا شباب مكونين. احنا في فتره عام هذه درنا استغلينا يعني الخبرات تاعي كشخص في العمل الجمعوي ولا واش كونونا كشافه في صغر تاعنا ولا استغليناهم باش ننقلوا التجربه تاعنا في العمل الجمعوي لهذو الاعضاء لانهم خاوتنا وعائلتنا وهم الاساس، هم النواه اللي راح يدعموا هذا المسار اللي راح نمشوا عليه. هاد الاعضاء هما بكل يعني بكل حب بكل اخلاص بكل تفاني هما اساس كل النشاطات، ما عندنا حتى دعم من اي جهه حاليا لاننا ما زلنا على بالك الجمعيه ماشي لما تدفع ملف تاسيس راح تعتمد مباشره، عندك عندك فتره تاع اعتماد راهي فتره اداريه لازم اي شخص يمر عليها. حنا هذه الفتره ما بقيتش كيما نقولوا ستاند باي، ما بقيتش تخدموا فين عندنا وصل استلام دفعه جمعيه، حنا رانا نشطوا في الميدان بينوا باننا ما نستناوش هذا يعني بالتنسيق يعني اكيد مع المؤسسات ساسوا الخاصه ساسوا المستشفيات ساسوا دور العجزه ساسوا الجهات الامنيه تكون عالمه بالتحركات تاعنا. حنايا نديروا نشاطات نوعيه ماذا بينا التميز، علاش سمينا نفسنا نعم نستطيع، ماذا بينا نخلقوا في كل نشاط حاجه تميز المجموعه تاعنا ونستطيع اننا نتميز نديروا مع باش فقره فنيه جديده فقره جو سي با. حنا بار اكزومبل دور العجزه كي نروحوا لهم ما نروحوش لدار العجزه مباشره، ماذا بينا نخرجوهم ونخرجوهم كورتاج بالزرنا يعني ما نخلوهمش داخل هذاك المكان وصلنا، لكن نديروا تفضل وصلنا حتى وين درنا لهم يعني جبنا معنا حفافات ونطلعوا فيهم ستيكرهم يعني عفايس اللي خصهم يعني تحسسهم باللي انتم مع عائلتهم الثانيه يعني يحتاجوا الحميميه هذيك وماشي غير في هذاك لاباتيس تاع دار العجزه يحبوا يبدلوا شوفه شويه هذاك الروتين يعني هذاك الروتين عادي يعني يقدر يخلقوه لازم تخلق تميز انه يشفوا عليه. وصدقني لما الحمد لله يعني التوفيق من الله رب العالمين لما نروحوا احنا نتحسروا كي نفارقوهم وما يتحسروا كي يتفارقونا يعني راح يكون شوق للقاء اخر كي نعاودوا نتلاقوا كاننا تلاقينا بامهاتنا خاصه العجزه يعني هو 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 يعني اخراج المريض من تروح تزور مريض ولا واحد في دار العجزه ولا هذو كله اعمال تضامنيه خيريه تبقى في يعني اي انسان يكون بحاجه للاخر حتى لما تروح تونس وبرك راهو راحه نفسيه حيت عليه بالبزاف. انا حبيت نشوف كلكو فيديو تاعكم تاع الجمعيه نشوفوهم تعرفوا شويه عليكم، عندنا بعض الفيديوهات نشوفوهم. أو تليفونك علاش تليفونك هذا مش تليفوني شكون هو الطباخ؟ طباخ انسان يعني من بوفاه من الشفا من الشفا جينا هذا عمي ابراهيم يحب يجي يقول لي سمير كي تكون ماشي غير هو كاين مثلا هنايا شكون اللي يعطيكم هذا الغذاء والماكله اللي كنا نشوفوها؟ هذه هي كوتيزاسيون تاع الاعضاء اعضاء بيناتنا يعني من جيبكم يعني الخاص انتم اللي راكم. انا ماشي يومي يعني ماشي عمل يومي، عندنا 20 يوم متوسط 20 يوم ورانا خدامين يعني بيناتنا كي تحط يعني متوسط 1000 دينار للشخص رانا 60 اذا نديروا عمليه مميزه ونزيدوا نقصدوا ناسنا اصدقائنا اللي نعرفوهم بعلاقات شخصيه محسنين يعني ناس. شوف هذه في رمضان طريق السيار خرجنا في وقت المغرب بدينا وجبات حوالي 5 دقائق قبل الاذان. احنا العائلات على خصوصا على حوادث المرور احنا في اخر 5 دقائق قبل اخر 5 دقائق قبل الافطار راح تكون بزاف حوادث المرور على السرعه
ماذا بينا هذه تتعمم. أنا شفناها راي مشات هذه راي بدات وهذه شفناها عند بزاف هذه بدات هذه العاده نسرين انت واش راك في هذا لي جون تي بونت شوف نشوف ثاني مع بزاف دي جون يروحوا يخرجوا وكذا يديروا سورتو هذه تاع الافطار في رمضان ونتمنى هاد العام نشوفوها بكثره ان شاء الله نشوفوها فرانشمون سي لا بروميير فوا نشوفها هذه اللي واسيوها هكذا في الجزائر اي باسكو صح سي فري كو مع الجوع ومع كي اذن اون طوندونس نجريو ونشوفوهم داير في لوطوغوت يتجراو اي لو فات اللي عندهم هاد الانيسياتيف اللي يديو الماكله سا في فريمون بليزير باسكو سي لا بروميير فوا نشوفها باقي لا جام ميم سائقي شاحنات اربع ولا خمس سنوات انتشرت الفكره هذه سائقي شاحنات الكبادر اللي خدموا التاريخ شفتوا لي تفضل نعم قلت لك سائقي الشاحنات اللي يخدموا الطريق هكا نخموا فيهم ايضا كاين ناس ما نساوش باللي ما تفطرش مع اهلها ما تفطرش بسبب الخدمه بسبب الظروف المعيشيه تسمى لازم واحد يخمم ما يوجدوش مام با معاهم واش يديو دونك فوالا فوالا دونك ثاني حبيت باش نخرجوا شويه من الجانب تاع الاعمال هذه تاع الخيريه والتطوعيه اسكو عندكم مثلا تفكروا في تكوينات تفكروا في الجمع كذلك ربما عضويه اكبر للجمعيه احكي لي شويه رؤوف على هذا الجانب بخصوص حنا الجمع العضويه تهمنا كثير لانه كل ما تكون قاعده جماهيريه اكبر رانا نشوفوها خير اكثر ولما تكون منتشره في كل الولايات لانه ما يخفاكش انه عندنا اعضاء في مختلف الولايات وين مدى بينا يكون خير لانه انتم جمعيه وطنيه لا احنا لا ما فيش اشكال انهم يجوا العاصمه يجتمعوا عندنا اعضاء من البوليد عندنا من تيبا النشاط تاعنا في العاصمه باش يدخلوا هاد ولا نيمبورت كلاج يجيو افعل الخير كما قالوا السلام عليكم انعم ما تقدرش انا شفت واحد صوره شوفوا الدروج هذو احكي لي شي عليهم رؤوف قبل وبعد كيفاش جاتكم الفكره باش هذه والله كنت مبادره انا وصديقي سمير كنا هو يعمل في الجزائر الوسطى كنا هابطين من الدروج هذو 99 نشوفوا فيهم في جوي الخمسه تاع العشيه في حسره لقينا الحاله شويه مغبره شويه كذا قلت له لماذا لا واقترح عليا قال لي يمكن نرجعوها تحفه فنيه يا بدينا نديرو قلت له نعم نستطيع نعم تستطيع نعم نستطيع هذه المبادره هذه الرسام اللي شاركنا من بشار هذا اللي دار هذه التحفه هذه نصر ونشكره جا من بشار في الكار خويا هو عضو معكم هو عضو في الصفحه ويجي يشارك دوليا في النشاطات جا بشار قال لي حبست في الطريق على 16 صباح شرى بالي ما نبليش من البلاد ولا جاب معها بالي باش تشوف اللي صح الناس اللي تستطيع تجي من ولايه بشار ويشري معها البالي ديالو ما يستناش ويجي بالي ويشارك معنا هو اللي دار لهم لي طراس كاع باش تشوف اللي عندنا فنانين في الجزائر لازم نخرجوهم باش دير تحفه كيما هذه على بالك خاصه الاسماك هذوك يعني باش تقدر ترسم السمكه هذه سوا سوا طروات سي با فاسيل وفي يوم واحد نقيناهم كاع دروج من تحت يعني كيما الفندق وطلع حتى الاخر نقيناهم كاع في يوم واحد شاركوا فنانين شاركوا بعض الفنانين معنا في العمليه منهم خالتي خالت فريده كريم كانت حاضره حتى باليات معنا بلا ما باش الميكرو تبقى نسمعوك انا نشوفوا في الصوره قلت لك يوم واحد كان كافي بدينا عاد 9 تاع الصباح وقال حتى 12 ونص حتى 12 ونص تاع الليل وهنا معاهم بصح كي عاونا هذه وقتاش من هذه في الفتره في مارس مارس في مارس في مارس اللي فات مع الحركه والتغيير كان فيه تجديد يعني في طاقه شبابيه وهذه المبادره هي فكره هكا جات فوالا وشفنا بزاف نسرين ثاني بزاف يعني ديزيسكالي كيما هادو مصاعد كيما هادو في العاصمه بدي تصبغوا بالطريقه هذه نعم ميم لي تاك في الحيط انا نشوفوها ميم بو بارتو في انتشرت الطاقه هذه هادو يعدوا من اطول السلالم في العاصمه هادو معروفين ب 99 درجه اللي ابناء الجزائر الوسطى يعرفوا هادو جايين اسمها جايين بعد الان عبد القادر ماشي بعد العربي بن مهدي طلع المقابله هذيك هي دونك يعطيكم الصحه جو بونس هادو من بعد مشكل نشاطاتكم هذو بعض النشاطات اللي راكم تقوموا بها الوقت مشانا شويه واش شنو هما مشاريعكم في المستقبل باش نختموا هذه الفقره الله يبارك فيك
دوك انت حكيت على التكوين في فيصل، التكوين حاجه ضروريه في كل حاجه، ماذا بين العمل الجماعي ما يكونش يعني طائش ولا ماشي ممنهج، ولا حنا ماذا بين مختلف الجمعيات في الجزائر دير يعني فتره تاع شهرين شهر ونص يديروا لقاءات الاعضاء تاعهم، يكونوهم يعطوا لهم الاصول تاع العمل الجماعي، يعطوا لهم الكلام المحفز باش ما يعني ما يكرهوش، لانه العمل الجماعي على بالك مسؤوليه الناس باش تشد فيه راهي حاجه كبيره. احنا ماذا بينا نحفزوا الناس هذوما باش يبقاو على قداش رانا نديروها في الاوقات الفراغ تاعنا لي ويكاند، احنا النشاط تاعنا جامي تكون في لا سيمان تاعنا، عندنا يا الجمعه يا السبت يعني. ماذا بينا الحافز يندار لهذو الاعضاء باش ينشطوا اكثر ويدعموا الدوله الجزائريه تاعنا، لان على بالنا بلي الجمعيه دوك دورها كبير وراهي تنشط بصفه كبيره وراهي هي الفاعل الاساسي في المجتمع الجزائري. هي في احتكاك مباشر مع المواطن. هي في احتكاك مباشر مع المواطن حتى اكثر من الاحزاب السياسيه او المسؤولين، او لان من الشعب الى الشعب. ماذا بين هذه الرساله توصل والجمعيات يزيدوا ينشطوا والدوله تسهل العمل الجمعوي، وان شاء الله نشوفوا بلادنا يعني منوره في كل على كل المستويات ان شاء الله. هادو الشباب هادو ادعموهم، كاين طاقه ان شاء الله النجاح للجزائر تاعنا ان شاء الله. يعطيك الصحه سمير بورز، انت رئيس جمعيه نعم نستطيع الولائيه في العاصمه ولكن تعمل كذلك على مستوى وطني. شكرا لك كذلك. شكرا عبد الرؤوف بن عبيد، انت عضو في هذه الجمعيه ونشط كذلك مع شباب نعم نستطيع، كنت معنا تصبح. يعطيكم الصحه، شكرا لك. شكرا فيصل. نسرين في الياشي، نعود نشوفهم هالاربعاء ان شاء الله. ان شاء الله موضوع جديد، حلقه جديده نهار الاربعاء مع نسرين في الياشي. نقول لكم غدوه ان شاء الله نتلاقاو مع امل درويش. يعطيكم الصحه اللي كنتوا معنا هاد الصبيحه، ما بقالناش دقيقه ولا نص دقيقه، نقول لكم تواصلوا معنا على صفحه الفيسبوك برنامج 100 دقيقه، على الجيميل tv100@gmail.com ارسلوا لنا انتقاداتكم، فيديوهاتكم، ارائكم، افكاركم. مرحبا بكل الافكار اللي تبعتوها لنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا عبر الايميل، تواصلوا معي ومع نسرين كذلك بكتابه اسمائنا على مواقع التواصل الاجتماعي. تقبلوا تحياتي وتحيات كل الفريق العامل معنا هذه الصبيحه، على راسهم المخرج اسامه. سلام.